نعم بكم هرب 2.0، هرب المسرحية ترجع في مهرجانات تونس. عزيز جبالي أهلا وسهلا. أهلا وسهلا شكر، أهلا وسهلا بالعباد اللي يسمعوا فينا بالإكيب الكل. وي تعب شوية لكن برشا فرحة وفي اختي و جود فايبس باش نمشي للتورني ان شاء الله يا رب. والحمد لله تعبت ونرجع من بعد للتعب لعشاق الدنيا. اما هات نحكيو ساعه على الهربه 2.0، مسرحيه باش تكون موجوده في عده عروض. هات نقولهم انا: حمامات ان شاء الله، رادس، مهديه، دقه، بنزرت، نابل، والقيروان. وي راضي على الجوله هذه نتاع المهرجانات؟ شو راضي، ما نجم نكون كان راضي الحقيقه. فما مستير سوسة معناها برشا زادة طلبوا، دونك إن شاء الله يا ربي نحاول نكون موجودين معناها في، لكن معناها ديما راهو مربوطة بالمهرجانات زادة. وساعات مش أنا البلايس الكل نحب نمشي لهم، ساعات فما دي كونترانت تخليني ما نجمش نمشي، لكن نوعد حتى العبيد اللي مش موجودين في التورني إن شاء الله باش نكون موجود حتى في وسط العام. ما نجم نكون كان فخور الحقيقة. المسرحية هذه كيما نقول ديما بيبي متاعي، والبيبي بدا يمشي على ساقيه وبدا يحوس. باش تكون موجوده في مهرجان حمامات الدولي اللي هو مهرجان يكرس ويحط برشا اون فالور المسرح زاد كيف كيف وعلى تاريخ مهرجان حمامات الدولي. وي بالنسبه لي نجاح نجم نسميه كان نجاح، والحمد لله يا ربي اللي انا موجود في مهرجان اللي كنت نمشي نتكعبر وانا صغير مع بابا وامي باش نمشي نتفرج ونقول صح عليهم يلعبوا قدام البحر والقمرة تبدأ شاعلة. سي تري اغريابل ان نشوفو ان فيستيفال تري بريستيجيو محترم جدا، واستقبل العديد الفنانين العالميين مش حتى التوانسه ولا العرب، دونك من نجم يكون كان فخور لي انا موجود في البرمجه هذه. وان شاء الله انا خاطر قررت نبداو من غاديك على خاطر باهي تكون البدايه من حمامات اللي هو كما قلت فيستيفال عريق جدا، ومع طبعا اهميه المهرجانات الاخرى. بيان سور بيان سور بيان سور بيان سور، ما حبينا نكونوا البدايه من غاديك للبلايص الاخرين الكل. الكل هم بنفس الاهميه نغزر لهم، الكل هم الحقيقه خايف منهم بنفس الخوف، على خاطر انا خويف برشا بالنسبه للعبيد اللي تعرف ما تعرفش انه هي تضحك تعرفني خويف. خويف ستادير كل با نحاول نرد بالي ديما ساقيه في القاعه، نعرف اللي موجود والعبيد تحبني نكون موجود، لكن مش الفايده اني نكون موجود والعبيد تكون موجوده بكثره على قد ما والعبيد شنو باش تقول من بعد كي تخرج. دونك انا ما نجم نتهنى كان كي نكملهم العروض هذوما الكل والعبيد تكون متهنيه على العرض. نقطه ايجابيه انك تكون خايف عزيز جبالي، معناها يظلي سبقها تحذير كبير للجوله هذه. وي بيان سور، تو ولات ليكيب عملوا هي تكبر، نسلم عليهم الكل دايوغ على راسهم مالك بن خليفه اللي ولينا 12 بيرسون تو بضحك ولعب، كنا في الكوم ولا في البرود معينه، دونك مسؤوليه عمل تكبر والكيب عمل تكبر. ونقول لهم راهو بقدره ربي باش نعملوا تورني سبيسيال ان شاء الله. هربه هي مسرحيه عندها تقريبا 6 سنين. وي. يعني خلينا نذكروا الناس راهو ثم الهربه والهربه 2.0، قديش قراب لبعضهم ولا هما تواصل ولا لا ما عندهم حتى علاقه ببعضهم الا الاسم؟ لا تواصل نفس الروح نفس الفكره اللي خرجت منها. انا المسرحيه ولات اكثر عندي طريقه تفكير، الحاجات اللي نحب يمكن ما لقيتش الوقت نقولهم في دي بروجي اخرين ولا البيرسوناج اللي ما نجمتش نعملهم في المسلسلات ولا في الافلام ولا في المسرحيات الاخرين. هذيك المساحه اللي نترشق فيها اللي نكون فيها ليبر اللي ما فيها حتى حد يقول لي كوبي عاود. واللي هي بداياتك المسرح واللي هي بداياتي واللي هي اول مولود خرجت به في تياتر. انا وقتها كي بديت المسرحية ما كنتش عندي لانوتوريتي هذه خلينا نقولوا الشعبية هذه والمحبة هذه نتاع الناس كل، دونك بديتها وحدي وهي عمال تكبر عمال وين نقدم نحب المسرحية هذه تكبر. كاني عندي لا ريكونيسونس خاطرها كبرتني، راهو كي تعمل مسرحية وحدك فما ماتوريتي تتزاد وحدها من غير ما تشلق، وانت قاعد تبرر وانت قاعد تخدم وانت قاعد تقابل في البيك نتاعك، دونك المسرحية هذه ما نجم نكون كان ريكونيسون لها. وكل ما نذكر المسرح نذكرها ونقول نرجع بها. هي فما دي بروجي اخرين عندي نتاع مسرح في مخي، مسرح جماعي. انا مانيش بالفكره اللي المسرحيه فرضت ان تكون مونودرام الفكره اللي جاتني، لكن انا نحب برشا جو بارتاج لا سين، وانت تعرف شاكر ريتني في دي بروجي اخرين كيما في ترونتون ديجا ولا في الخلوه ولا في حاجات خدمتهم في التياترو، ونحب لو بارتاج هذاك. وان شاء الله المسرحيه الجايه تكون ان بارتاج ان شاء الله في التياترو.
هو مفتوح عزيز جويلي، مفتوح جويلية. مفتوح، لكن انا ديما نحبذ انه ديما لافون بريمير تكون في التياترو، غاديك في واحد في دار في الدار اللي ريبيري يبدا واضحين وكلهم بعد نبدا نخرج كيما المسرحيتي هذه بالضبط. دونك لكن ما نعرفش عليها، لكن المحبذ انه يكون اول عرض في التياترو. شنو اللي تزيد بين الهربه والهربه 2.0 اللي عزيز ولا اليوم عنده الشعبيه ونستعرفوا النجاحات في المسلسلات زاد كيف كيف، غير هذا شنو تزيد؟ تزيدوا دي بيرسوناج، تزيدوا افكار، تزيد وضاحت اكثر في مخي، فهمت روحي شنو نحب نقول غيرمون، على خاطر دي فوا راك تعمل حاجات مزيانين ويجي يقولوهم لك العبيد، نعرفش شكلك انت هكلي تحس روحك انت عملتها وبعد يجيك يقول لك شلقت اللي انت عملتها كي وحبيت تقصد وين عملت وين الجمله معناها ما نقصدش، خرجت سبونتاني وعجبتني. دونك صحيح تفهم بشوي بشوية وين ماشي ومنين بديت وشنية الأوبجيكتيف متاع المسرحية، دونك وضحت عندي ووليت جيوميتريس أكثر، دونك استغليت أني نجيد دي بيرسوناج، نزيد حاجات داكتواليتي دي كلان دوي، حاجات ينجموا يشدوا أكثر الببليك، هزيتها أكثر تقرب أكثر للببليك معناها الكبير نقوله لغران ببليك، على خاطر كيما تكون في تياترو سي تياترو دونيش فما يجي معناها فما عبيد معينة تبع فيك هي بيدها، دوك هنايا فما التجديد في أنه نحل أكثر على الغران ببليك، وفما حتى درجة الفهم نزيد نوضح أكثر. علاش اخترت الموندو الباراليل في المسرحية؟ لأنه انا نشوق شويه الناس اللي باش يتفرجوا معنا، راهو فيها موندو باراليل وثم كاستينج باش يدخل بعد الناس للارض. علاش اخترت هذا الموندو الباراليل في المسرحيه عزيز؟ هكا ديما تجيني افكار في مخي نقول كان واحد معناها كان واحد ينجم يختار الناس اللي يتعايش معهم دفوت الموم على تهبل بالمشاكل وبالغلط اللي قاعد تشوفي في عينيك، تقول علاش ما واحد ما يختارش العباد اللي يتعامل معهم. انا قررت اللي هو موش في زابل في عالمنا، قررت هو شنو المسرح انك تعمل حاجات في المخيله نتاعك تحب تعملها. هذا هو الايماجيناسيون وين هزتني الانمون باراليل للمون اللي نعيشوا فيه، اللي فيه دي بيرسوناج يحبوا يدخلوا، نجم تدخل كامب كاستينج، دونك لو كاستينج محلول، فما دي بيرسوناج تحب تدخلوا، وفما من شرائح المجتمع الكل، خاطر انا جو مسبير من اليوم نتاعك، من اليوم نتاعك نمشي نقضي من الاداره من العطار من الخضار. ساعات نبدا نغزر، صحابي يقولوا لي راك ضربت درجين وانت واحد تغزر على الراجل، ما هو لاباس، نقول لهم والله ما انسبيري، ما حسيت حاجه سبيسيال، وسورتو نسى انا عندي حب ياسر للبيرسوناج، نسى نحس فيهم اكثر دي ديتاي، فيهم اكثر خدمه، اكثر دي ميميك. دونك عندي هذاك علي زوز نسى موجودين في المسرحيه ونحبهم برشا، سعاد وسنين سلمى سنين المحافظه، سعاد استاذ التنميه البشريه. ثمانية شخصيات جسدهم انت تخدمهم، ابو بكر مالك اللي حبيه الستار، مالك تحياتنا لي يخدم علينا، شوشو متاع العائلة، رؤوف اللي يخدم في المورغ، سعاد أستاذ التنمية البشرية وغيرهم من الشخصيات. أمي أقرب شخصية للعزيز في المسرحية اللي ما تعبش يخدم عليها؟ والله اللي خرجت هكا فيك أنكود ماجي نقوله هي سنة دغمين، وقتها انذكر أنا وهي العايد مخر سيئة، كانت توصل لمرحلة تحس روحك بهمت، ما عادش عندك حتى شيء في مخك زيد، لازمك تروح ترقد. وخرجت سنة يعني ماني تخيلت مرأة محافظة، لبست عملت خمار بالمريول اللي عندي وقتها وكل وكذا، وخرجت أنا قلت السلام عليكم، وهي خرجت جاي خرجت شخصية وبدأ تتكلم وسهلة مش مصدقة تعمل لي شكون يذي وعايشة معاك من وقتاش، فهمت؟ دونك خرج كلمنا عبد الحميد بالوقت، وقتها نحييهم زوز وياسمين، كلمنا بالوقت قلنا نويجة راهو فما ولادة بيرسوناج باش تسخ عليه على الاخر، دوك ما غادي. دوك سنة دغمين هي لاستار نقولوا له شوشو نتاع المسرحية، معناها حتى التفاعل نتاع العباد يكون كبير برشا مع سنة دغمين. بعيدة على الاكتواليتي المسرحية، راهو اللي بيجي يتفرج راهو مش باش يلقى اكتواليتي، مش يلقى سورتو عزيز جبالي، هذا هو خاطر معناها لازم يعرفوا اللي اي حاجة باش تتقال في المسرحية راهو الافكار افكاري الطرح نتاعي انا، لكن مانيش انا ذوما لي بيرسوناج راهم يتحركوا كي راهم يخموا هكا، معناها كان شفت راسيزم مثلا راهو البيرسوناج راسيست، ولا كان شفت تنمر راني انا نحكي على المشكله اللي فيه هو غادي، معناها هذا هو اللي لازم يفهموه العباد. انا راني مانيش قد كي نقول مونودرام، ساعات يقولوا لي قول وما شو ارتاح عزيز، كان جي وما شو والله راني نقول وما شو، خاطر وما شو سي
شوكن شان شوكن وليه موجود هذا كل موجود لكن معناه كي نقول راهو عزيز بالي باش يكون شاد ميكرو يحكي معكم هنا باش يكونوا دي بيرسوناج دي بيرسوناج من اول مسرحيه لاخر المسرحيه واول دخول المسرح باش يكون اترافير ان بيرسوناج طريقه تحديثه خاطر هو دايوغ اول حاجه يقولها تسكر التليفونات ما كاش نعرف نقدم هو البيرسوناج يخمم كيكا معناه موش عزيز بالي بيان سور فهمت دونك انا نحبذ انه العباد كي تجي تشوف حاجه جديده عزيز يعرفوا في لقاو عزيز ولا عزيز يعرفوا في الانترفيو برغل يعرفوا في كان هي ما كانش وجدي يعرفوا في فهمت برا يعرفوا طليل لكن هذا باش يكون عزيز اخر كومبليتمون ديفيرون اللي يمكن هذوكم اللي ساكنين فيا لي بيرسوناج هذوكم الكل هذوكم اللي يمكن فضلك بهم مع صحابي اللي باش نخرجوا تشوفوهم سور سين دونك يجيو بفكره انكم باش تشوفوا حاجه جديده هذا كان باش نقول لهم حاجه لمسرحيتي يجيو بفكره انكم باش تشوفوا عمل يمكن الممثل واحد سور سين لكن ديفيرون على اللي موجود مش معناه اللي موجود ما يعجبنيش انا يعجبني ونتفرج في صحابي الكل لكن اللي نعمل فيه الي ديفيرون على الشيء اللي يمكن اللي مستنسين بيه وهي في ذاتي المسرحيه معناها بدات الساعه انا نعرفوا اللي هي بدات من فتره كنت انت عايش فيها ديبرسيون وي 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 بدات من ديبرسيون معناها وهو ما اهمش اكثر حاجه يمكن ضحكني انا واكثر دي بيريود نضحك فيهم اللي هما هذوك تبدا فيهم في ديبرسيون خاطر دي فوا ديكلونشي لك حاجه ضحكه تعوم معاها وتعيش معاها دونك هذاك اللي صار نلقى سالت اسئله معناها وجوديه كيما اسئله على معنى السعاده وين نطرحه في المسرحيه شنو هو معنى شنو هو السعاده اسكو تقعد ساعة تقعد 30 سكوند اسكو تنجم تقعد شهر جمعة بديت نخمم هكاك معناها اسكو مرهونة بدي زوبجيكتيف تلقى من بعد اللي هي شبيه مايكل جاكسون ما كانش سعيد هي شبيه أديل ما هيش سعيدة فهمت دونك تبوز لا كيسيون تقول سي دي فريم ينجموا يعيشوها العباد الكل دو لا ميم مانيير وبنفس الانتونسيتي بمختلف لي بوزيسيون اللي هم موجودين فيهم ومن غادي بدات الفكرة يعني وبرشا ضحك برشا سعادة في وسط برشا ضحك وبرشا سعادة الحقيقة المسرحية سيد لا كوميدية لاباز الفكرة هذيك هي من بعد ما نتقلق زادة أني نعمل تراجيديا في وسط نفس المسرحية هذه معناها أني نقلب ديشا ونعمل حق البيت ما يشبهوش حتى الريتم تاع المسرحية باش ببليك يرتاح يشوف حاجة أخرى معناها حاولت نكون ديفيرون كما قلت لك بالمسرحية نقدم لهم حاجة سرد الحكاية بمانير أخرى في راسي كانك تدخل فما كابين يخرج بيرسوناج آخر بالكوستيم تاعو ببليك مهرجانات الصيفية وزاد أيضا ببليك خاص خمم كان في جاي باش يتفرهد وي مو جاي باش يفكر قلقكش انت كفنان انه هالبوبليك اللي جاك جاي يحب فقط يتفرهد ويضحك ويلعب مش جاي باش يخمم والله انا الحقيقه ما نخمم فيه سؤالك هذا نخمم فيه اما من بعد نقول اهم حاجه قال لي يمكن توفيق جبالي وقعدت في مخي سرتو المسرحيه هذيك خرجت المسرحيه هو تعرف وما يشكرش طبعا ما قال لي حتى شكر غزر لي في عيني وقال لي سيتي سانسير كهو ذيك هو ظهر لي البيت القصيد نحاول نكون سانسير مع العبيد نقدم لهم الحاجات اللي ضحكوني يعني يفرهدوني يعني اللي نحبهم يعني كيفاش راهم يعني كان ضحكوا نفرح بارش وكان ما ضحكوش رجع لهم فلوس ساكر ترجعهم هي سلسلة عروض كنا في حمامات رادس زاد كيف مهدية دقة بنزرة نابل والقروان مع ممكن زاد إمكانية انك تبرمج عروض اخرى ايه. في مهرجانات صيفيه اخرى زاد كيف اي مازالوا لي كونتاكت مي معناها ما نجموش يمكن اكثر من هكا برشا على خاطر بحكم الخدمه وانا من هو الحمد لله وديما واحد قاعد يخدم وديما قاعد يقدم لكن عندي بريود مرتحتش لكن نكملوا شهر اوت نتصور باش نعملوا ترتيحه صغيره وبعد نرجعوا لكن فما عروض من دي فيستيفال اما قلت لك ديما فما دي كونترانت نتاع ديستريبيسيون نتاع ايكيبا كيف باش تهزها فما شارج للعباد اللي تفهموا انا ماذا بيا كانك علي نمشي للمهرجانات الكل لكن فما ساعات حاجات اقوى منا معناها اللي ما تخلينيش نكونوا في مهرجانات مش معناها رو مثلا ما نحبش نمشي سوسة ما نحبش نمشي صفاقس ولا ما نحبش نمشي مستي يا حبة ذي لكن تجي الأوبورتيونيتي ونجي إن شاء الله باش نجيو أيضا إلى ما عرض آخر عشاك الدنيا مؤخرا في كارتاج في 14 و15 جويلية عزيز جبالي أول واحد خرج سورسين في مهرجان كارتاج وي ثقة من عبد الحميد بوشناق وي ك
كبيرة نتصور. ثقة كبيرة، ثقة كبيرة. وذاك اللي جاي قاله لي قبل ما نطلع قال لي كان محطك شنت شكون باش نحطك، شكون باش نحط. قلت له ما عارفش، قلت له فهم برش. قال لي انا قلت اخترت حبذت انه ما تخرجش انت اول واحد. ليه 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 عنقني خاطر الخوف اللي في عيني. حكينا ليه مسيش خاطر كي ليه معناها وصلت قضيه هكا في مخي حاسيلو باش ما نخممش فكا خاطر العباد زغرت مازال ما قلت لهم شيء. معناها ما شاء الله معناها وتسمع حس الببليك راو 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 تنجم راك تبدا تبر في كرتاج تبدا تعمل هكا وعارض كتافك وتحسه مش كبير برشا، اما كي ترى كرتاج معبي بابا راو سي انورم سي سي مانيفيك. معناها الخوف انك تكون قد المسؤوليه، هذاك الخوف. دونك غزر لي وغزرت له انا، غزرت له الغزره نتاع علاش عملت فيك. دونك جاء عنقني وقال لي كي مش انت شكون. دونك فازي سي تا ريسبونسابيلتي فازي راو الكل عندنا ثقه فيك. بعد تقنيع تعنيقه من الكيبه الكل برشا حب على خاطر هذيك هو السر نتاع عشاق الدنيا، تحب ولا تكره، برشا كونفيونس وبرشا حب. ومن بعد كهو دخلت عشت يمكن اهم مومو في حياتي حتى لتوا. معناها اهم مومو في الحقيقه سيتي استوريك قدام العباد هذوكم الكل. ليموسيون هذيك تحس انا والببليك والتكنيسيان واللي ورايا كل لحمنا قشعر فرد وقت على خاطر سيتي مومو ماجيك. نتصور حتى العباد اللي حضروا فهموني شنو قاعد نقول. حتى السيمبول نتاع الحكايه معناها الرجعه نتاع كارتاج بعد عامين هذاك الكل تحط في وسط الدخله هذيك. دونك بور موا سيتي ان مومون هيستوريك بكل المقاييس معناها. دونك ما نجم نكون كان نقول في الاخر ميرسي عبد الحميد وميرسي ليكيب الكل اللي عطاو فيا الثقه باش نكون انا الاولاني سور سين. باش يكون ثم عروض اخرى لعشاق الدنيا عزيز جبالي ان شاء الله في اخر اوت مبرمجة عروض مازال فما غيان دو كونفيرمي باش نجموا معناها نحكيو عليهم، لكن فما ان شاء الله برمجه نتاع عروض في تونس وخارج تونس. انك توفق بين عروض الهربة ايفازيون 2.0 وعشاق الدنيا مش حاجه سهله، مش حاجه سهله، لكن ايفازيون بقدر ربي شد ثنيتها وعملت عروضها قبل وحتى عشاق الدنيا تاهم بعد 3 عروض الحمد لله يا ربي تسمى نجاح كبير جماهيري وبرش عبيد حبت العرض وبرش عبيد طلبته. دونك معناها في بلادنا بالحركة الثقافي اللي موجود ما نجم يكون كان فرحان لي انا موجود في 2 عروض كبار كما هكايا. دونك ما نجم كان نخدم ونسكت وذايا وقتي باش نخدم وذاك هو. بالتوفيق لك عزيز جبالي. ايفازيون هربة 2.0 فيستيفال حمامات نهار 30 مش بعيد برشا الموعد. وفي رادس نهار 3 اوت و6 اوت في مهدية، 12 اوت في دقة، 17 في بنزرت و23 في نابل والقيروان زاد ايضا عرض ثنيتهم للزوز. بالتوفيق لك عزيز جبالي. شكرا لك. عايشك شاكر. حبيت في الاخر نقول جوست على ليتيكي نتاع مهرجان حمامات ان شاء الله اوفيو في لي غيشي لكن مازالو في الانترنت. ممتاز. دونك حاب نقول للعباد راهو تلقاوهم معناها ما تفاجعوش كي تمشيو للغيشي ما تلقاوهمش. قريتو هريته ما تفاجعوش. ودونك تلقاوهم في الانترنت كيف كيف دوكا موجودين في الغيشي وفي الانترنت ولا رادس. دونك مرحبا بالناس الكل. ميرسي شاكر بور لانفيتاسيون. انا عندي كنت معايا من البدايات دونك ما نجم نقول كان لي انا فخور لي انا بجنبك توا بعد لي قدمناه الكل عنده سنوات والله سنوات. دونك نفرح كي كاريرك كيفاش قاعده تقدم وانا كيفاش زاد ددش بحذاك. دونك لا ما شاء الله مش ددش متبكر عليك عزيز جبالي. بالتوفيق ليك. شكرا لك سيدي هربة 2.0 في اكثر من مهرجان. شكرا لك على الحضور في كورنيش موزايكا فم.